ولمتابعة آخر تطورات المشهد في فلسطين، مع استمرار الاحتلال في ارتكاب مجازر ضد المدنيين في ظل مقترحات جديدة من الاحتلال في إطار المفاوضات لإنهاء الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ ربحي حلوم، كما ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من جنين المحلل السياسي الفلسطيني مفيد جغلوم. حياكم الله أساتذتي الكرام. لعلي أبتدئ معك أستاذ ربحي، حياكم الله بداية. أهلا، مساء الخير أخي الكريم، أهلا بك. مساء الأنوار، حياكم الله. أستاذ ربحي، يعني بعد 182 يوم من هذا العدوان على قطاع غزة، نلاحظ استمرار الاحتلال بارتكاب مجازره وجرائمه التي يعني لم تعد تحصى، وكأن ليس هناك توصية من مجلس الأمن بإيقاف هذا العدوان. ما أثر قرار مجلس الأمن في ظل هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي؟ أخي، واضح تماما أن الاحتلال يعني لا يأخذ في الاعتبار أي، لا يتحمل أي مسؤولية ويعفي نفسه وكأنه خارج على كل القوانين والأعراف الدولية ويتصرف حيث ما يشاء وكيف ما يشاء، وبالتالي لا يلقي بالا لأي موقف دولي بدليل ما يرتكبه كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، حتى بحق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. الموظفون الدوليون يعني لهم حصانة دولية، ومع كل ذلك دعت عن الحصانة يعني القانونية، مع كل ذلك الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل شيء، يقتل، يقتل، يذبح، يعدم، طيب، ينتهك. أستاذ ربحي، يعني هذه التصرفات هل تدل على قوة ما يعني من الاحتلال ضد مجلس الأمن، أنه غير آبه بمجلس الأمن ولا بالأمم المتحدة ولا بأي دولة، أم هو لربما دليل تخبط داخلي؟ هي يعني لا يأخذ في الاعتبار القوانين الدولية، وعلى صعيد داخلي كلهم يعني مجلس الحرب الصهيوني بمكوناته الرئيسية الثلاث ومحيطيهم كلهم قتلة مجرمون يدركون أنهم يرتكبون جرائم دولية على أعين العالم، على مرأة ومسمع العالم، وبالتالي لا يكترثون في أي موقف دولي. والأمين العام للأمم المتحدة كوتيرش يعني تحدث بمنتهى الوضوح أنهم ينتهكون كل الأعراف والقوانين الدولية، ومع كل ذلك لم يعني يأخذوا في الاعتبار، والأكثر من ذلك أن المجرم جالانت وحتى جانت هاجموا الأمين العام للأمم المتحدة ولم يعيروه تماما، وبالتالي أصبح الموقف واضحا أمام الرأي العام الدولي. والأكثر من ذلك أنه أكثر وضوحا في على الصعيد العربي. المؤلم والمعيب أن موقفا عربيا واحدا لم يصدر يعني ضد ما يجري من انتهاكات ومن ضرب بعرض الحائط لهذا الاحتلال لكل للمجموعة العربية للدول العربية ولا للأمم المتحدة ولا للأعراف الدولية، وبالتالي نحن في وكأننا في عصر الغاب، هكذا يتصرف الكيان الصهيوني. أستاذ مفيد، حياكم الله. حياك الله يا هلا. أستاذ مفيد، ما هو تحليلك لاستمرار هذا العدوان، يعني بغض النظر أو بضرب بعرض الحائط مسألة قرار مجلس الأمن بوقف هذا العدوان؟ لا زال أو ما زال هذا الاحتلال يمارس مجازر وجرائم بحق الفلسطينيين، هل هو كما يعني سألت الأستاذ ربحي،
هل هو دليل قوة أم هو دليل تخبط وعدم يعني تركيز من الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن الرئيس السابق للولايات المتحدة ترامب نبه إسرائيل كما تعلم إلى ضرورة وقف حربها على قطاع غزة، عدوانها على قطاع غزة، لأنها تخسر في معركة العلاقات العامة كما سماها؟ هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيبقى مستمرا ما دام هذا الاحتلال يتلقى كامل لا محدود من داعميه الأمريكان والأوروبيين. العدوان يستمر بمقدار ما هو بمقدار ما تقدم الإدارة الأمريكية من دعم سياسي وعسكري. نرى في كل المحافل الدولية كيف يقدم الأمريكان والأوروبيين الرواية الإسرائيلية على أنها هي الرواية الحقيقية وهم داعمون لها، وبنفس الوقت يقدمون الأسلحة لاستمرار هذا العدوان، ويعني سيبقى مستمرا بقدر هذا الدعم. يعني هناك أخبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بأن استمرار دعم واشنطن للحرب على قطاع غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين الفلسطينيين. هل يمكن الوثوق هذه المرة بهذه الأخبار القادمة من واشنطن أم أنها مجرد للدعاية؟ هو يمكن أن يكون السبب في ذلك هو الإحراج الذي وقعت به الإدارة الأمريكية من خلال دعمها الكامل ولا محدود للجيش الإسرائيلي. قصة الأعداد الكبيرة من الضحايا التي يوميا في قطاع غزة شكلوا إحراجا إنسانيا وأخلاقيا لكل شعوب العالم وحكوماته، ولكن في اليومين الأخيرين الاستهداف المباشر للمطبخ المركزي العالمي كان عبارة عن القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، أن الإسرائيليين فعلا يستهدفون عمال إغاثة ويستهدفون الجميع. فوقع الإدارة الأمريكية بإحراج شديد، كيف يمكن لها أن تستمر في دعم هذا العدوان مع أن هذا الجيش يقوم بقتل يعني أوروبيين وأمريكان وأستراليين، وهم يعني تصنيفهم يفترض أن يكونوا ضمن حماية القانون الدولي، لأنهم يعني عمال إغاثة يقدمون الإغاثة الإنسانية وليس لهم أي علاقة بمجريات الحرب. فهذا الإحراج يعني هو السبب الرئيسي في ذلك. نعم. ربما يعني يتغير. نعم أستاذ ربحي، برأيك ما هي خيارات الحكومة الإسرائيلية الآن بعد هذا الزخم الذي اتسمت به الجرائم، يعني كشفت الجرائم وكشف النقاب عن الوجه الحقيقي لكينونة هذا الاحتلال، كيف تصف ما يجري؟ السؤال موجه لك أستاذ مفيد. أستاذ مفيد تفضل. تفضل. هذه الجرائم ستستمر مازال هذا نتنياهو في هذا الحكم، لأنه الأمور الشخصية يبدو بالنسبة له ذات أهمية مقدمة على كل الأمور. هو يعلم بشكل مباشر أن شعبه أصبح يعني أسمعك تفضل. نتنياهو على يعني أصبح على يقين بأنه شعبه لا يثق به في إدارته للحرب ولا يثق به في الاستمرار في هذه الحكومة. لذلك هو يعني ربما يرى في وقف الحرب يعني خيار سيء بالنسبة له ولحكومته، ومن هنا هو يشتد في هذه المطالب، يشتد في هذا القتل، يشتد في هذه الحرب وكأنها حربه الأخيرة. فلذلك يعني خياراته، أتوقع أن خياراته محدودة، إما الحرب وإما الرحيل من هذا المشهد السياسي بالكامل. فالحكومة الإسرائيلية ليست في وضع إيجابي، ويعني تتلقى أيضا اللوم حتى من الداعمين لها من الأوروبيين، وإحنا سمعنا يعني يوم أمس الموقف بولندا كان موقف يعني مميز بالنسبة لقتل عمال الإغاثة ويعني مطالبتهم بتشكيل لجان، وأيضا اليوم ما سمعناه عن من المطبخ الدولي
طلبوا بلجنة تحقيق مستقلة. لذلك خيارات الحكومة الإسرائيلية ليست خيارات واسعة، ليست متعددة، وإنما خيارهم الاستمرار في الحرب وإما أو الرحيل. مشكلة هذا الكيان هل تكمن فقط في الحكومة الإسرائيلية وبوجود حكومة نتنياهو، أم أن الأمر أصبح أبعد من ذلك؟ لا بالعكس، ليس هو المشكلة بهذه الحكومة، فنحن تحت هذا الاحتلال منذ 75 عام، ونرى أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل واحدة يعني تضغط على الشعب الفلسطيني بطريقة أو بأخرى، إما بالضغط القوي وإما بسياسات متعددة، ولكن في النهاية هذا احتلال يحاول البقاء في هذا في وإطالة أمد دولته إلى أبعد ما يمكن. الآن 75 عاما من هذا الاحتلال لفلسطين، هم يعتقدوا بأن 75 عاما اقتربوا من نهاية حلمهم، فلذلك ما بقي من هذا الحلم هو كيف يطيلوا من أمد هذه الدولة سنوات أخرى. لذلك يعني هم يعتقدوا بأن الحلم الصهيوني شارف على الانتهاء. لذلك هذه الحرب يعني الإجرامية وهذه الإبادة الشنيعة لهذا الشعب بكل مكوناته وبيوته واقتلاعه وتهجيره أيضا، يعني حتى يعني يطيلوا من أمد دولتهم المزعومة ربما لسنوات أخرى، ولكن حقيقة التاريخ ستكون لصالح الشعب الفلسطيني دائما. نعم، السؤال موجه للأستاذ ربحي. أستاذ ربحي، يعني هل مشكلة الكيان اليوم هي في تعنت حكومة نتنياهو وما خسرته من علاقاتها الدولية وبما كشفته أيضا من طبيعة هذا الاحتلال، أم أن الأزمة أصبحت وجودية حتى ولو ذهبت حكومة نتنياهو تبقى الأزمة الوجودية موجودة لهذا الكيان؟ هذا الموقف الصهيوني هو ليس مجرد تعنت فحسب، بل هو أكثر من ذلك، هو صلف وضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية وإدارة ظهر، ليس إدارة ظهر فقط، وإنما يعني ضرب بعرض الحائط كل شيء اسمه وجود عربي ومجموعة دول عربية وإلى آخره، وكأنه لا يأبه لوجود عالم اسمه العالم العربي و22 دولة. والأكثر من ذلك، لا يأبه حتى بالموقف الإسلامي 56 دولة، وبالتالي ضرب بعرض الحائط بكل القيم والأعراف والمؤسسات الدولية والشرعية الدولية والأمم المتحدة. وبالتالي هذا الصلف هو يعني نتيجة إصرار نتنياهو الذي يريد أن يمدد فترة وجوده على رأس موقعه لأطول مدى ممكن، وهو من خلال هذا الموقف والصلف الظاهر في أمام العالم كله يريد أن يعني يطيل في عمر ولايته إلى أقصى قدر ممكن، خاصة وأنها الفترة الأخيرة التي يقضي فيها رئيسا للوزراء، وبالتالي يتصرف منفردا حتى لا يأخذ في الاعتبار رفيقيه أو جالانت، أقصد جالانت وجانت. بالتالي هو يأخذ القرار ثم يحيطهما علما، وأحيانا يطلعهما وأحيانا أخرى لا يطلعهما على ما يتخذه من قرارات، ويتصرف منفردا وكأنه هو الحاكم بأمره. هذا يعني هي يعني لا يوصف بالكلمة الأكثر يعني وصفا لهذا التصرف، هو صلف في مواجهة لا مبالاة عربية وصمت عربي. هذا الصلف الإسرائيلي إلى أي حد أوقع حكومة الكيان في فخ، لربما في فخ المقاومة وفي فخ الصمود الفلسطيني؟ المقاومة أخي على الأرض تفعل فعلها، هم موجودون ويقاومون بكل صمود وبكل بطولة، وظهر يعني
بعض المتحدث العسكري الرسمي باسم كتاب يعني الجهاد الإسلامي، وظهر أيضا المتحدث الرسمي باسم يعني باسم القيادات الفلسطينية الموجودة تحت الأرض وفوق الأرض في القطاع، هي موجودة. ولم يستطع لا نتنياهو على امتداد 83 يوما حتى اللحظة أن يقضي على حماس. نعم، إلى الآن تبدو هي متماسكة، وأيضا يعني تصل صواريخها ورشقاتها إلى العمق هذا الكيان. نعم نعم، هذا دليل واضح أنه يعني أن ما قام به لم يفلح، لا نتنياهو ولا مجلس الحرب المحيط به لم يفلحوا في تحقيق هدف واحد في صد المقاومة البطولية في غزة والتأثير على وجودها في قلب غزة. حتى الصواريخ ما زالت تنطلق من قلب غزة ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي. يعني ولم يستطع لا نتنياهو ولا مجلس حربه على مواجهة هذه الصواريخ التي تنطلق كل يوم على مرأى ومسمع العالم كله. العالم كله يشاهد هذا الصمود البطولي للمقاومة الذي لم يستطع النتم ومحيطه وكل جماعة من القضاء عليهم، ولن يستطيعوا. طيب أستاذ، رغم مضي 83 يوما. أستاذ مفيد، يعني لربما كان الاحتلال يراهن على عامل الوقت من أجل القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين. بعد فشله في استغلال هذا العامل، ما هي الخيارات التي باتت مطروحة الآن لديه على الطاولة؟ هل لا زال أو ما زال عامل الوقت مطروحا على الطاولة، أم ما هي الخيارات؟ يعني نلاحظ المكابرة الإسرائيلية، على ماذا يعول الاحتلال؟ بالعادة الاحتلال الإسرائيلي يعتاد على حروب خاطفة وقصيرة. صحيح. من خلال هذه الحروب القصيرة عادة ما يحقق جزء كبير من أهدافه، وخصوصا أنه يستخدم قوة يعني عسكرية قوية جدا في مواجهة المقاومة الفلسطينية. لكن في هذه الحرب يبدو أن هناك اختلاف واضح. الحرب ليست خاطفة، ليست قصيرة، بل حتى الآن نحن في الشهر السادس من عمر هذه الحرب، وما زال المجال مفتوحا ل فترة أطول، والمقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة وما زالت تطلق صواريخها من المناطق التي يعني من شمال مدينة غزة ومن شمال القطاع، هذه المناطق التي قال الاحتلال بأنه سيطر عليها. لذلك عامل الوقت ليس في صالح الاحتلال، هو في صالح المقاومة، لأنها أصبحت تعتاد على هذا الفعل العسكري القوي من الاحتلال، ولذلك خيارات الاحتلال هي ربما تكون أقل وتعطي أشياء إيجابية للمقاومة الفلسطينية للصمود أكثر من الحروب السابقة التي كانت قصيرة جدا. فالأمر ربما يكون لصالح المقاومة الفلسطينية أكثر ما هو لصالح الاحتلال في مسألة الوقت. بعد الانتقادات الأمريكية لخطط هذا الكيان باجتياح رفح، برأيك ما هو مستقبل هذا الأمر؟ عملية رفح التي يهدد الاحتلال بها حتى الآن لا تلقى أي تأييد من أي من الداعمين الرئيسيين للاحتلال، أمريكا، أوروبا، الداعمين لهذه العملية العسكرية من بدايتها وجهوا لإسرائيل يعني اللوم، ووجهوا لها كلام واضح بأنه لا داعي لهذه المعركة في منطقة يكثر فيها النازحين، يعني أكثر من مليون نازح، وهي منطقة يعني فيها العمل العسكري سيكون محرج للكيان ومحرج للداعمين له في أمريكا وأوروبا. لذلك عملية رفح يعني أتوقع أنها يعني ربما لا تحدث، وإن حدثت ستكون يعني معركة سيخسر فيها الاحتلال وتخسر فيها كل الداعمين لهم من ناحية أخلاقية. فلذلك هذه المعركة حتى الآن ما زالت مؤجلة وما زال
يعني الضغوطات من الجميع بأن لا تحدث، ونتمنى أن لا تحدث هذه المعركة على أرض رفح التي تعج بالنازحين الذين لا حول لهم ولا قوة. نعم، أيضا عفوا أستاذ ربحي، تحليلك لقرار منع تصدير الأسلحة لإسرائيل. أخي، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة يعني أرسلت كميات من الأسلحة مؤخرا، وزودت الكيان الصهيوني بعدد من الأسلحة التي المقرر إرسالها وتزويدها بها، وبشكل خاص يعني الأسلحة القتالية التي تستهدف بها تدمير غزة و يعني تسوية المباني بالأرض، أعلنها بايدن بوضوح. وهذه الدفعة من الأسلحة التي تم إرسالها مؤخرا قبل يومين أو 3 أيام على ما أعتقد، تم يعني عدد من الطائرات محملة بهذه الأسلحة توجهت إلى الكيان الصهيوني من الولايات، من القواعد الأمريكية حيث توجد على مقربة من يعني الأقرب إلى جغرافيا إلى الكيان الصهيوني. أعلن ذلك بوضوح بايدن. نعم، سريعا، لكن يعني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو من تبنى قرار يدعو إلى محاسبة إسرائيل ويعني تعليق تصدير الأسلحة إليها. هذا ما كنت أسأله. هذا ذر للرماد في العيون. يعني مشكلة الموظفين الأمميين في ما جرى لي يعني في مؤخرا للسبعة الأمميين، نعم، هذا أثار مشكلة. ولا يعني الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقف في وجه العالم، وبالتالي تعاملت مع الموقف لأنها معنية في هذا الشأن، وذرا للرماد في العيون. لكن الإدارة يعني الكيان الصهيوني تصرف بعشوائية وما زال يتصرف بصلف ولا يأخذ في الاعتبار أي مواقف، حتى حلفائه ومحتضنوه في الإدارة الأمريكية يضرب بهم عرض الحائط ولا يعير اهتماما لربما باتوا محرجين من تصرفاته. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ ربحي حلوم، حياكم الله. وأيضا أشكر ضيفي عبر سكايب من جنين المحلل السياسي الفلسطيني مفيد جغلوم، شكرا جزيلا لكما.